بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مره تانية. ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن كونسبت جديد اسمه الكلاس فاريبلز. وقبل ما اتكلم، بس انا نسيت اقول لكم المره اللي فاتت احنا البروبرتي دي لازم طبعا يتعمل لها امبورت من البلتنس. تعالوا بقى نكمل موضوع الكلاس فاريبلز. مبدئيا احنا عارفين يعني ايه انستنس فاريبل، اللي انا بقيت بكتبها في الكلاس هنا انستنس فاريبلز. مبدئيا كلمة instance هي ال object، يعني دي ال variables اللي تخص instance معين أو object معين. يعني كل object من ال class اللي اسمه student هيبقى له first name, last name, id و ال email. خلاص كده. طيب دي كده ال instance variable. ال class variable بقى قالك أنا هستغل إن أنا أكتبها فوق هنا، يبقى ال class variables بكتبها فوق هنا. إيه بقى ال class variables دي؟ class variables دي هي variables بس هتنتمي للclass اللي اسمه student، بس مش هتنتمي للobject بعينه. ايه ده؟ يعني على سبيل المثال انا عايز اعمل variable اسمه number، بيبقى فيه عدد الطلبة اللي موجود منها object في الرام دلوقتي. يعني انا عملت 3 object من الclass اللي اسمه student في الرام، عايز يبقى معايا متغير في المعلومة دي. اعملها ازاي؟ بعمله class variable، لان دي معلومة مش هتنتمي لطالب بعينه بس بتنتمي للكلاس اللي اسمه student. يعني انا عايز اعرف عدد الطلبة كام، دي معلومة تخص الستودنت بس ما تخصش الطالب اللي اسمه احمد، ما تخصش الطالب اللي اسمه محمد وهكذا. فبعملها كclass variable. طب بعد ما بعمل كده بعمل ايه؟ فين الكود اللي انا ضامن انه بيرن مع كل object بكريته؟ هو الكونستراكتور. فهاجي هنا هقول ان النمبر هيساوي النمبر زائد واحد، يعني ازود قيمة النمبر بمقدار واحد مع كل ما ينادى على الكونستراكتور ده. بس هنا في مشكلة بقى، مين النمبر ده؟ هيديني ايرور. لو كتبت له سيلف بقى هيعتبره كده ايه؟ instance variable. قال لك لا، هنكتب اسم الكلاس student dot number، يبقى دي كده اسمها class variable. تعالوا بقى نروح نستخدمه هنا دلوقتي. وانا بكريت تو اوبجكت، وانا بكريت الاوبجكت ده النمبر هيزيد بمقدار واحد، كان صفر هيبقى واحد، بعد كده كريت هنا كان واحد هيبقى واحد بقى اتنين وهكذا، هيبقى اتنين. فبعد ما اخلص الكود لو انا قلت له هنا print student dot number المفروض يطبع اتنين. تعالوا نشوف run mean is not allowed to run in parallel. انا بران حاجة تانية ولا ايه؟ طب stop and run يا سيدي، اهو ال number 2 خلاص. طب لو انا قلت له s1 dot number ينفع؟ اه ينفع، يعني ينفع تشاور عليه بأي object من ال class اللي اسمه student، بس هو برضه هيطبع اتنين يعني مش هيختلف. لو قلت له s2 هيطبع اتنين. خلي بالك بقى، انت لو كريت كمان object يعني s3 dot بيساوي student، لما تيجي تطبع بقى number هيبقى كام؟ 3، لان بقى فيه 3 object في الرام. فانا بقى معايا معلومة فيها 3 object في الرام، بس هو مش بنفضل ان احنا نشاور عليه كده، بنفضل ان احنا نشاور عليه باسم الكلاس عشان يبقى معروف كده من الكود ان هو class variable. اتمنى الكونسبت يكون واضح، وان شاء الله هيقابلنا في الامثلة ان شاء الله اللي احنا نعملها حاجات هنحتاج نعملها كclass variable. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.